بنعملها ديك حجامه اسمها حجامه علاجيه، ان انت عايز حاجه عشان ترشف الدوره الدمويه، تسحب الاخلاط السموم، عايز حاجه تسحب الالتهابات اللي في الجسم، ترشحات الادويه، باخد علاج مثلا كتير باخد، تمام؟ فانا بعملها علشان فوق ده كله، والاولى من ده كله انك بتعملها ليه؟ سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفاء امتي في شرطه محيي. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما مررت بفن قط الا قالوا يا محمد مر اهلك بالحجامه. فالحجامه سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشتكي احد من صداع الا وقال له احتجم. ما كانش في حد يشتكي من حاجه بتوجعه او من صداع او من خمول او من تعب غير ما يقول احتجم. تمام؟ فالحجامه شفاء من كل ده كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجه ثانيه من غير الحجامه الوقائيه اسمها حجامه علاجيه. الحجامه العلاجيه دي كنا بعمل ازاي؟ انا بشتكي مثلا من صداع، بشتكي من ضعف ذاكره، بشتكي من خمول، الم في قطنيه، في عجزيه، في عنقيه، في صدريه، الم من الظهر كلها، بسحب الاخلاط والسموم وترسبات الادويه واكثر حاجه بتعمل استشفاء للعظام والاعصاب والاوتار هي الحجامه. لما انا بعملها عندي مشكله معينه كان بشتكي من صداع او من ظهر او من رجل او ركب او اي حاجه. خلاص؟ طبعا الحجامه انواع. حاجه مريضيه، في مغناطيسيه، في تدريكيه، في حجامه اللي هي بالاعشاب، في حجامه ناريه، في حجامه مثلجه بالمقاسات. كل مشكله معينه طبعا باخد الدم بعمل له حاجه معينه. السيوله بعمل لها حاجه معينه، الالم بتاع الظهر او الصداع او الحاجه دي، كل حاجه لها نوع حجامه معينه. تمام؟ هي اللي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي التشريطيه، ولكن الحجامه في اكثر من 15 نوع حجامه بقى. ايوه. خلاص؟ احنا ما بنعمل بقى ايه؟ يعني باكج كده على بعض في الحجامه، بفضل الله عندنا في مركز عبد الله عطيه هنا الموضوع بيختلف، بعمل لك الاوراق والفقرات للجسم كله اللي هنعمله ان شاء الله بعد ما يخلص، وبعد كده بنعمل الكابتن بيعمل له حجامه تدليكيه، وبعدها بنعمل حجامه تشريطيه، كل ده في سيشن واحد، كل ده بجلسه واحده كده. بنعمل الكوليكشن كده كله، كل ده ان شاء الله بجلسه واحده، يعني تحس ان انت اتنقلت المكان تاني. بخلاف طبعا بنستخدم اجهزه برضه في تنشيط الدوره الدمويه للجسم كله. تمام. خلاص؟ الحمد لله. انا ممكن سمعتني ما كنتش هنا. اعمل لايك.